باش نبريزونت عليك اون ميم طون نبريزونت ستان جيد هذا تاع الله يبارك هذا كيما يقولوا سي لو دوايان سي هكذا اون ترافاي كيما يقولوا اونسومبل وهذا هو هذا هو عمي رابح كنت الله يسلمك صحيح اونتر دو تريبون الله يبارك ما شاء الله هكذا كيف السلام عليكم السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بكامل لاباس بعد الجزء الاول عن تاريخ قصبه دلس في الجزء الثاني راح نزيد نكمل في تاريخ قصبة دلس. الآن أنا راني هنا متواجدة في القصبة السفلى، راني رايحة نشوف ضريح تاع والي من أولياء الله الصالحين، وهذا الضريح يوجد فيه متحف صغير ان بتي موزي اللي نلقاو فيه بعض الاشياء مثل الاواني كتابات تعود الى الفتره الرومانيه والفينيقيه وحتى صور تعود للفتره الفرنسيه. هذا الضريح متواجد في القصبه السفلى بالضبط في حي عين سالم، يعني هذا الحي واسمه عين سالم، هذا الوالي واسمه والي محمد الحافي. هذا الوالي كان مدفون في القصبة العليا وين لافتة اللي حطيتها في أول الفيديو اللي مكتوب عليها قصبة دلس كان مدفون ثمك. وعلاش الضريح هذا كان في القصبة العليا وعاودوا ردوه للقصبة السفلى؟ في الجزء الأول كنت ذكرت أنه كي دخلت فرنسا وجات المنطقة دلس سنة 1844 لقات باللي كاين قصبة عليا وقصبة سفلى، مالا زادت فصلت بيناتهم بطريق وطني يعني طريق السيار رقم 24، وهذا الطريق مازال متواجد إلى يومنا هذا. هذا الطريق يربط بين ولاية بيجاية مع ولاية الجزائر العاصمة، دارت طريق ما بين القصبة العليا والقصبة السفلى، والناس تاع هذه المنطقة في هذاك الوقت احتفظوا بالضريح تاع هذا الوالي وجابوه لهنا للقصبة السفلى. بعد ضريح الوالي محمد الحافي هنا راني حبطة جهة البحر وين راح نلقى آثار تاع سكة حديدية للقطار. هذا المكان في دلس كان متواجد سكة حديدية، يعني القطار كان يجوز جهة البحر، وهذه السكة الحديدية يعود فترة تاعها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. دونك هذا المكان اللي راني متواجدة فيه وين راني نتمشى، هذا البلاصة يقولوا لها تلا والدون، وهنا بالضبط اللي راح نلقاو آثار تاع سكة حديدية للقطار، وكان يجوز من ويروح لتدمايت بوغني تيزيوزو وإلى آخره. وهذه السكة الحديدية تعود للفترة تاع الاستعمار الفرنسي وين قرر نابليون الثالث في سنة 1857 يدير طريق القطار. راح نولي للفترة ما قبل الاستعمار الفرنسي بمعنى فترة العثمانيون. كما نعرفوا أن العثمانيون وين يديروا مدينة راح يغلقوا عليها بالسوار ويديروا بيبان، يعني في هذا المكان بالضبط كانت باب واسمها باب البحر لأنها كانت تطلع على البحر، ويقال أنها يقال أنه كانوا سبعة بيبان في هذا المدينة. دونك قبل الاستعمار الفرنسي وقبل ما يديروا السكة الحديدية في وقت العثمانيون كانت القصبة ولا كانت المدينة فيها السوار كانوا فيها سبعة بيبان، وكي دخل الاستعمار الفرنسي ريب هاد السوار وريب هادوك البيبان ودار طريق تاع السكة الحديدية. وهنا مشيت كامل الطريق اللي كان يجوز منها القطار ويدخل في هذا النفق تونيل وين كان يجوز يعني منه ويروح لتدمايت والمدن المجاورة. هو بغيت نروح لهزوان
بعد ما خرجت من هذا النفق راني طالعه للمناره تاع سيدي عبد القادر اللي راكو تشوفوا فيها هنايا الفوقه. وهذه المناره تبنات سنه 1886 يعني في وقت الاستعمار الفرنسي. هذه المناره عندها زوج ادوار. الدور الاول انه كي يشعلوا الضوء الاحمر راح يبينوا للسفن اللي راهم جايين، راح يبين لهم انه كاين ميناء. اما الضوء الابيض راح يبين للسفن انه راهم قراب للساحل. هذه المناره تاع سيدي عبد القادر اللي راكو تشوفوا فيها هذه راهي جديده، ما عندهاش بزاف ملي تعودت، لانه القديمه اللي تبنت سنه 1886 هذه كرابت مع زلزال 2003، دونك عاودوا في بلاصتها هذه جديده. راح نولي للعادات والتقاليد. كما تعرفوا انه اي منطقه ولا اي ولايه عندها ميزه وعندها عادتها وتقاليدها، كما منطقه دلس ولا قصبه دلس عندها اكله معروفه اللي هو الطعام بالحوت ولا كسكس بالحوت، والحوت اللي يستعملوه في هاد المرقه تاع الطعام البونيط ولا الميرو. الميرو هما يقولوا له الفرخه. قصبه دلس تاريخ وحضاره، كما قال المرشد يا خسارة أنها منسية وما كاش اللي دعم الباحثين عن تاريخها وعن آثارها. هاد المدينة الساحرة والغنية بقصص عن تاريخ الماضي، وناهيك عن الآثار المتبقية ليومنا هذا بدون رعاية، ما عاد ناس هاد المدينة اللي راهم يديروا كل ما بوسعهم لإنقاذ اسم دلس. وفي هذا المكان بالضبط اللي راكو تشوفوا فيه وين عطات لي قصبة دلس أو مدينة دلس ذكرى من ترابها اللي يولي الزمن الماضي، وهاد الآثار لأواني فخارية اللي تولي للعهد الروماني أو الفينيقي. نشكر المرشد مختار وليد مدينة دلس وعلى كل المجهودات اللي راه يدير فيها لإنقاذ تاريخ هذه المدينة، وإن شاء الله نكون أنا بدوري أيضا وصلت فكرة عن هذه المدينة.